بجد تقرير مذهل يعني. أنا بتابعه بشغف شديد ولفت نظري جدا. يعني العلم هيروح فين تاني بعد كده؟ والتنافس المحموم بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية وباقي الدول، بس على ما يبدو أنه يعني الولايات المتحدة ليها النصيب الأكبر في هذه المسألة يعني. طيب يعني بكرة العلم مفيد برضو، والعودة للدراسة والعلم يعني شيء شيق جدا طبعا. انقطاع يعني الأطفال عن المدرسة ما كانش شيء جيد أبدا، حتى مع التعليم أونلاين ما بيكونش يعني بالمتعة الخاصة بالتعليم زي التعليم المباشر، علشان كده العودة للمدارس شيء مهم جدا. طيب طبعا العودة للمدارس بالفعل بدأت هذا الأسبوع أو الأسبوع الماضي، وإحنا بنتابع معاكم في هذا اللقاء مع الدكتور ناصر رمزي استشاري طب الأطفال والحالات الحرجة، يحدثنا عن أهم التعليمات والإجراءات التي ينبغي أن يتبعها الطلاب وكذلك المؤسسات التعليمية للحفاظ على صحة الجميع. دكتور ناصر صباح الخير على حضرتك. صباح الخير يا أستاذ خالد، صباح الخير يا أستاذ أدا، صباح الخير للسادة المشاهدين. صباح الخير يا دكتور. دكتور طبعا يعني العودة للمدرسة شيء طبعا جيد بالنسبة للطلبة وبالنسبة لأولياء الأمور. الفترة الماضية كانت فترة استثنائية، مع العودة هناك أيضا بعض القلق فيما يتعلق بكيفية التعامل، ما هي أهم الإجراءات الاحترازية، يعني كل هذا في إطار المرحلة اللي احنا بنمر بيها دلوقتي من عمر فيروس كورونا. طيب دكتور ناصر انت معانا؟ حضرتك سامعني؟ دكتور ناصر واضح ان الدكتور ناصر بيحاول التواصل معانا. دكتور ناصر، دكتور ناصر حضرتك سامعنا؟ احنا شايفينك وسامعينك. طيب هنرجع تاني للدكتور ناصر. في انقطاع في الاتصال، و كنا بنتكلم طبعا عن مسألة العودة للدراسة، وهي مسألة يعني مهمة جدا ولابد من اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، وخصوصا كمان أنه يمكن النهاردة بدأت كمان الامتحانات الخاصة بالمدارس والجامعات اللي كانت مؤجلة من قبل. هو طبعا احنا لاحظنا في الفترة الماضية الفترة اللي احنا قعدناها في البيوت انه كان هناك شكاوى دائمة من مسألة التعليم عن بعد. صحيح. او التعليم الاونلاين، سواء اولياء الامور او الطلبة والطالبات بيشكوا من مسألة انه التعليم عن بعد ربما لانها تجربة جديدة، بيشكوا من انه التحصيل اقل، التجربة مش واخدين عليها تقنيا ويعني معيشيا، مش عارفين لا وحتى الاطفال يعني الاعمار الصغيره ما كانتش يعني مستوعبه الفكره، يعني ايه نصحى من النوم علشان نكون موجودين جوه البيت ونبدا دراسه، بيزهقوا بعد فتره، عايزين يتحركوا في البيت، عايزين يلعبوا، فدي طبعا كانت مساله صعبه جدا. طيب نرجع تاني للدكتور ناصر، ارجو نكون سمعنا دلوقتي كويس. دكتور سامع حضرتك. تمام. طيب دكتور ناصر، بدايه ايه اهم النصائح التي يجب على الطلاب اتباعها للوقايه من فيروس كورونا في هذه المرحله؟ طبعا كل سنه هم طيبين، رجوعهم للمدارس تاني والامتحانات وبالتوفيق ان شاء الله، لكن مهم جدا للطلاب الالتزام بكافه الاجراءات الاحترازيه، من ارتداء الكمامه مهم جدا جدا، من عدم التقارب والتلامس والسلام يعني لازم التباعد، عدم التواجد في الأماكن المكدسة، عدم التزاحم، لازم نلتزم بكافة الإجراءات الاحترازية زي الأول ولا نستهين بالحدث. وطبعا كل طالب بيبقى في إيده برضه إزازة الكحول، لو تلامس مع أي أسطح يمسح إيده بالكحول قبل ما يقربها لوشه ولا حاجة، وما يقلعش الكمامة أبدا طول ما هو خارج البيت. ده بالنسبة للطلاب. بالنسبة للسن الصغير يا دكتور، يعني مسألة الكمامة طول الوقت أو الفيس شيلد أو الحاجات اللي بيتم استخدامها في التعامل مع بعضهم البعض، الكنترول عليها هيكون صعب شوية، إيه التوجيهات اللي الأب والأم دايما يكونوا حريصين على تكرارها للأطفال؟ بالنسبة للأطفال ارتداء أي منهما، يعني إما الكمامة او اما الفيس شيلد، لازم اي حاجه من هما بالشرط الاثنين مع بعض، زائد لازم اداره المدرسه او الحضانه تعمل تباعد بين الطفلين على الاقل متر بين الطفلين،
فلازم الأسرة تنبه على الطفل كده إنه ما يقلعش. لكن أنا كنت قلت قبل كده للأطفال وهم طالعين على السلالم، لو في سلالم ممكن يقلعوا الكمامة ولا حاجة عشان النفس بتاعهم والأكسجين بتاعهم ما يقلش. لازم طبعا الفصول تبقى جيدة التهوية، نفتح الشبابيك بين الحين والآخر، جدد الهواء. ولسه في إرشادات وتعليمات بعد كده لإدارة المدارس ممكن نقولها. طيب دكتور ناصر، لا يعني يا ريت لو في تعليمات تانية للمدارس تحديدا اتفضل قولها. طبعا المدارس لازم، المدارس يا استاذ خالد نلتزم بكل اجراءات التعقيم. احنا هنا ينقصنا في مصر دلوقتي منظومه التعقيم مش مظبوطه 100%. وزاره الصحه في اي مكان يا فندم ينقسم عملها الى شقين، شق تعقيمي وشق علاجي، يعني شق وقايه وشق علاج. وزاره الصحه وقايه وعلاج. وبما ان الفيروس ليس له علاج حتى اليوم على مستوى العالم، اذا فلنلتزم بالشق الوقائي الاول اللي هو اول دور لوزاره الصحه. للاسف انا مش شايف ان نظام الوقايه موجود او متوفر، بمعنى لازم كل اماكن الازدحام واماكن التكدس زي المدارس والجامعات والمحاكم والنيابات والبنوك، كل الاماكن اللي بيحصل فيها تكدس والمستشفيات لازم تحصل فيها منظومه التعقيم بجديه واهتمام. بمعنى اني لازم على الاقل كل 3 ساعات اعمل تعقيم للمكان، علشان احنا قلنا الفيروس بيفضل على الاسطح 3 ساعات. فلو كل 3 ساعات قفلنا المحكمه مثلا، فضينا القاعه، او قفلنا الفصل في المدرسه، او قفلنا المدرج في الجامعه وعقمناه، ده يبقى كويس. او على الاقل كل يوم بعد ما المدرسه تخلص، بعد نظافه المدرسه او نظافه مدرج الجامعه، بيحصل تعقيم للمكان وللجو، مهم جدا للمكان وللجو، مهم جدا على الاقل التعقيم مره في اليوم. طيب دكتور، على ذكر فكرة بقى الوقاية وحضرتك تتحدث عنها على أساس أنها فكرة أساسية، الأهل يعملوا إيه كمان مع الأطفال؟ يعني أدوية معينة للوقاية، غذاء معين، يعني طرق الوقاية ليس فقط في الكحول والتطهير، لكنه لابد أن تكون هناك أيضا مناعة قوية. طبعا أنا كنت عملت فيديوهات قبل كده وشرحت للناس أن المناعة ليست وليدة يوم، بل هي منظومة حياة متكاملة. بمعنى إيه؟ بمعنى أن المناعة بيندرج تحتها كذا بند من البنود. أول بند نظام علاجي محترم، يعني مش عمال على بطال أدي الطفل علاج يقلل مناعته أو يضعف مناعته. ممكن أستعين ببعض الفيتامينات البسيطة، والفيتامينات الأفضل أنها بتخش تبقى طبيعية في نظام التغذية اللي هو نظام التغذية الجيد المناسب. زي إيه؟ لازم الأم تهتم بوجبة طفلها، وجبات طفلها اليومية، إنها تدخل فيه عناصر الفيتامينات المقوية للمناعة، أهمهم فيتامين سي والزنك. فيتامين سي قلنا للجماعة للناس موجود في كل الخضروات والفاكهة الطازجة، بالذات في الفلفل الألوان والطماطم والبرتقال والجوافة وكل الفاكهة الحامضية. والزنك ممكن ناخده في البروتينات زي مثلا بيضة في اليوم، زي زبادي، زي لبن. لو اهتمين بجو تغذية جيد وتهوية جيد للطفل، الاثنين يا فندم، التغذية الجيدة والتهوية الجيدة في البيت وفي أماكن المدرسة، ده هنضمن نظام مناعة سليم للطفل وللطالب في الدراسة. طيب دكتور ناصر، هو ليه الناس حصل عندها نوع من انواع التراخي في الاجراءات الاحترازيه وفي الاهتمام وكده، مش زي ما كنا اول دخول المرض السنه اللي فاتت لو تتذكر في شهر 3 اللي فات؟ هو وضع المرض في مصر ايه دلوقتي؟ صح، كلام حضرتك مظبوط يا استاذ خالد. تهاون الناس حصل تقريبا من اسبوعين فاتوا، بعد ما الدوله الزمت الالتزام بالإجراءات الاحترازية وألزمت الناس بدفع غرامة للكمامة. تقريبا حصل الكلام ده أسبوع أو 10 أيام، وبعد كده حصل فيه تهاون من المواطنين بارتداء الكمامة. تقريبا لما قلنا منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية أعلنت أن في انخفاض نسبي في أعداد الإصابات، حصل تراخي عند الناس. هو فعلا حصل انخفاض نسبي تقريبا من 10-15% في أعداد الإصابات، لكن أنا شايف إن التراخي دوت والتكاسل من الناس والتهاون أدى إلى زيادة أخرى للإصابات. تقريبا بقالنا 3 أو 4 أيام
مؤشر الإصابات بدأ يرتفع تاني، وأنا أعتقد أن بدخول المدارس والجامعات أن الإصابات هتزيد. ربنا يستر. ربنا يستر من إهمال تمام. طيب الناس دكتور، يعني طبيعة الفيروس الآن، يعني وإحنا بنتكلم عن تاريخ طبعا مع كورونا من العام الماضي، كنا بنتكلم عن كبار السن، هذا الموسم الإصابات في أعمار أقل يمكن بتوصل يعني لصغار السن، أيضا حدة المرض، يعني بنشوف ناس بتصاب وبتحدث مضاعفات كتيرة جدا يعني إلى الوفاة، لكنه في إصابات أكتر بتختلف في حدتها. طبيعة الفيروس الآن والمرحلة اللي بيمر بيها. احنا مشكلتنا يا فندم في الفيروس ده انه فيروس معقد في التركيبة، وكنت اعلنت قبل كده في وسائل الاعلام ان الفيروس ده ليه خاصية فيروسية وخاصية بكتيرية وخاصية طفيلية، اي انه له خاصية معقدة. فيروسات الانفلونزا بصفة عامة بتتميز بالتحور وتغير شكلها حتى تموه على جهاز مناعة جسم الإنسان حتى لا يكون شفرة مناعية ضدها. فظهور سلالات متحورة جديدة خطيرة للفيروس اللي سمعنا عنها ظهرت في بريطانيا وفي جنوب أفريقيا وأخيرا في إيطاليا، ده أعطى للفيروس شكلا خطيرا من الشكل والإصابة. فبنلاقي إن الإصابات دخلت إلى مراحل ومضاعفات شديدة وخطيرة لا يمكن التحكم فيها والسيطرة عليها. لقينا كمان أن الإصابات بتصيب الأطفال شوية، مش نسبة كبيرة زي الكبار، لكن ظهرت النسبة أكتر من الموجة الأولى، برضو علشان سلالات الفيروس المتحورة التي يصعب السيطرة عليها. طيب دكتور ناصر، البعض، هرجع لمسألة التهاون، البعض بيقول يعني تهاونا يعني بيقول انه خلاص يعني احنا اعتدنا على هذا الفيروس وتعايشنا معاه وهنعتبره كأنه نزلة برد عادية وخلاص وانتهينا. ايه رأيك في الكلام ده؟ طبعا مقولة خاطئة جدا واهمال مش في محله، لاني انا مستغرب ان الناس الى الان مش واخده الموضوع بجديه، رغم ان تقريبا كل اسره او كل بيت فقد عزيز او قريب او صديق. فاحنا لما نشوف العالم من حوالينا ونسبه الاصابات ونسبه الوفيات ونشوف جنبنا كمان في بيوتنا وفي شوارعنا وفي مدننا، لازم نحذر ونتعامل مع الموضوع بجد وحذر اكتر من كده. دكتور، مع دخول اللقاح بقى يعني لحياتنا، ويمكن بدأ فعلا اعتماد أكتر من لقاح في مصر ووصول جرعات كبيرة، يعني اللقاح إلى أي مدى هيؤثر في انخفاض عدد الإصابات حتى لو لم يتم يعني حصول الجميع عليه، حتى يعني قطاع كبير لو حصل على اللقاح ده ممكن يقلل الإصابات؟ بصفة عامة طبعا احنا لو جبنا اللقاح واخده بعض من الناس ولو مش نسبة كبيرة طبعا بيقلل الإصابات بنسبة، يعني لو ادينا مثلا 5 مليون أو 10 مليون بنقلل الإصابات، قولي مثلا بنسبة حضرتك 10% خد مع 8-10 أو 20 اللي هم المخالطين، يبقى قللنا الإصابات بنسبة مثلا 30%. لأن أنا بقلل الإصابة للشخص اللي تلقى التطعيم زائد مخالطين معاه كمان أسرته أو زملائه في العمل، يعني دائرة الوقاية بتتسع وتشمل. حضرتك يا دكتور ناصر، حضرتك اخذت اللقاح ولا لسه من الطواقم الطبيه؟ لا انا لسه ما اخذتوش، لكن احنا زمايلي في المستشفى خدوه، انا لسه دوري ما اخذتوش. شكرا شكرا جزيلا. لكن انت مع اللقاح يعني؟ طبعا احنا كلنا مع اللقاح. في اطباء كتير بالمناسبه رافضين موضوع اللقاح ده. لا اذا ما كانش هيفيد، انا ليا راي، اذا ما كانش هيفيد بنسبه 100% فهو مالوش اضرار جانبيه خطيره. تمام، شكرا جزيلا. شكرا دكتور ناصر رمزي، استشاري طب الاطفال والحالات الحرجه، اهلا وسهلا بحضرتك دائما. نروح لفاصل ونرجع لكم مره ثانيه.